هذه كانوا كيستعملوها بزاف بزاف الناس، شحال هذه كانوا كيقولوا ليها الودعه، كانوا كيستعملوها البنيات ديالهم اللي كيبغيو يتزوجوا، يعني العروسه غير قبل باسبوع واحد كانوا كيديروها لها وكتعطيها نتيجه رائعه جميع دوك البقع الداكنه، اولا البشره كتولي عندها رطبه 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 بحال ديال الدراري الصغار. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كاين شي توجات العيد؟ كاين شي ماسكات؟ كاين شي حاجه للشعر؟ كاين شي حليوات؟ كاين شي لبسات؟ ان شاء الله تدوزوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وما يخرج رمضان حتى تكونوا حققتوا كاع داكشي اللي كتمنيتوا ان شاء الله في حياتكم. هذا النهار جيت وجبت لكم واحد الوصفه رائعه رائعه، انا ما درتهاش في الاول ديال رمضان، خليتها لكم تقرب العيد، لانه كونوا اكيدين باللي واحد المشكل اللي اي بنت كتعاني منه هاد الحاجه اللي جبتها لكم اليوم غادي تحلها لكم ان شاء الله نهائيا، وكما قلت لكم خليتها لكم مفاجاه للعيد. دابا انتقلنا للوصفه ديالنا البنات، ونقول لكم المكونات ديالها اللي هما بساطين، ولكن قبل كيفما العاده ما تنساوش ديروا ليا ابوني. يلا هالغزيوله ديالي انا كنتسناك، اشتركي في القناه وديري لي جيم 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 وبارطاجيو هاد لا فيديو بالضبط البنات، ضروري ومؤكد تبارطاجيو هاد لا فيديو، لان هاد المكون اللي جبت لكم اليوم راه رائع وخطير البنات، رائع بزاف بزاف. دابا ننتقلوا للوصفه ديالنا البنات. هنا جيت البنات، ودابا نبداو على بركه الله. المكون اليوم اللي جبت لكم راه رائع وخطير البنات، كيعالج بزاف بزاف ديال المشاكل. اول حاجه كيعالج البنات ان جميع الاثار وحب الشباب اللي كيكون عندك كيقضي عليهم بصفه نهائيه، وكيحير جميع دوك البقع الداكنه اللي كيكونوا في الاكواع والركب، كذلك كيقضي عليهم بصفه نهائيه وكيحيد جميع الرؤوس السوداء اللي كيكونوا في الوجه، وتيقشر الخلايا الميته وكيجددها. واهم حاجه البنات ان جميع دوك الطفح الجلدي ولا الحساسيه اللي كتكون عندك كيقضي عليها بصفه نهائيه. يعني هذا المكون اللي جبت لكم البنات عنده فوائد وعلاجات رائعه بزاف بزاف للبشره ولا الجسم. اجيو تشوفوا معايا الوصفات اللي غنقول لكم عليهم، وتشوفوا معايا كيفاش دايره هذا المكون. ها هو المكون ديالنا البنات اللي قلت لكم الفوائد ديالو رائعين، اللي هو صدف البحري، يعني هذا كيكون متواجد في البحر. انا غادي نوري لكم على شكل صدفيات بحريين، حيتاش هذا كيكون مدقوق ومطحون مزيان مزيان البنات، ريحته راه هائله، و الا شميتوها راه بحال اللي كتشموا الرمله ديال البحر. والصدفيه اللي كتكون على هذا الشكل البنات، ها هي انا متاكده بلي غادي تعرفوها، يعني راه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش المنافع ديال هاد الصدفيه البنات. راه الا مشيتو غير للبحر راه كتلقاوهم، ولكن كيخصها تكون نقيه وكتنشف وكتكون عندها طريقه خاصه باش كطحنيها، لانه كتكون قاصحه. يعني من الاحسن الا كان شي حد كتعرفوه ثقه البنات وكتاخذوا من عنده بزاف داكشي اللي كتستعملوه في الوصفات ديال الوجه، من الاحسن انكم تاخذوها هكا ولا تاخذوا عنده واحد الكميه ويطحنها لكم قدامه، لان المنافع ديالها هي اللي كتكون هكا البنات، راه رائعه وخطيره خطيره البنات. اجي تشوفوا معايا الوصفه اللي غادي ندير لكم اليوم، اول وصفه فيها واللي هي تبييض للوجه ولا الاكواع ولا الركب، راها كتبيض جميع البقع الداكنه وحتى المناطق الحساسه البنات، وخاصه حتى في الابطين اللي كيكونوا معقدين بزاف ديال البنات. هنا جيت دابا البنات نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجو معلقه من الودعه، كنقولوا ليها بالعربيه ديالنا، يعني النساء ديال زمان كانوا كيقولوا ليها الودعه، اللي هو الكوكياج ولا الصدف البحري. هيا درت معلقه هنايا صغيره، وغادي نحتاج معلقه ديال العسل حتى هي تكون صغيره، هيا يعني غادي نديرو نفس العبار، معلقه من الودعه ومعلقه من العسل، وغادي نديرو معلقه من الحامض حتى هي تكون صغيره. ودابا غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الحامض. هانتوما راه غادي تلاحظوا واحد الحاجه هنا، شوفوا راه الا لاحظتوا ولا كيدير بحال الكشكوشه البنات، لانه الودعه هكا كدير البنات، يعني كدير واحد التفاعل مع الحامض، يعني فاش تبداو تحركوا غادي تخليوها واحد الخمسة دقائق حتى العشرة دقائق مزيان، حتى غادي تلاحظوا بانه بحال ولا لكم على شكل كريمي. هنا جيت البنات من بعد ما خليتها 10 ديال الدقائق تفاعل ليا مزيان، انتما كتشوفوا كتولي بحال الكريمي البنات، اللون ديالو بحال البيج،
هانتوما راه الوصفه خطيره البنات، راني قلبت عليها خصيصا ليكم. وهذه كانوا كيستعملوها بزاف بزاف الناس، شحال هذه كانوا كيقولوا ليها المدعه، كانوا كيستعملوها البنيات ديالهم اللي كيبغيو يتزوجوا، يعني العروسه غير قبل باسبوع واحد كانوا كيديروها لها، وكتعطيها نتيجه رائعه لجميع دوك البقع الداكنه، اولا البشره كتولي عندها رطبه 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 بحال ديال الدراري الصغار، وكتحفز على ماده الكولاجين في الجسم وفي البشره البنات، يعني شي حاجه طبيعية البنات. ودابا غادي نبدا نطبقها على الاكواع ديالي البنات. بسم الله. هاني البنات، من بعد مزيان مزيان ما دلكت هنا جهه الاكواع ديالي، غادي نخليها لمده ما بين 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. وإلا كانوا عندكم البقع الداكنه والاثار ديال الحبوب والحب ديال الشباب ديروها في الوجه ديالكم، وحتى هي خليوها ما بين 30 و 40 دقيقه، وكونوا اكيدين كونوا اكيدين باللي النتيجه اللي غادي تلقاو راها هائله البنات، وغادي تشكروني عليها. كنتمنى انني نكون فدتكم وجبت لكم شي حاجه جديده اللي ما كنتوش عارفينها، وانكم تطبقوها ان شاء الله، واهم حاجه انها تنفعكم وتعطيكم نتيجه رائعه ترضيكم وترضيني حتى انايا. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو البنات، كنتمنى ان الوصفة اللي جبت لكم تنال الاعجاب ديالكم وتنفعكم ان شاء الله. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع البنات ضروري، ومؤكد ان هذا الفيديو توصلوه لاعلى مشاهدة، لانه غادي ينفع بزاف بزاف ديال البنات وجميع الناس اللي كيعانيو بزاف ديال الامراض، لانه كيعالج بشحال من حاجة كيف ما قلتها لكم. هنا خليت لكم الراحة، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وترقبوا معايا الفيديو الجاي لان عندي لكم واحد الوصفة زوينة ان شاء الله. نهاركم مبروك، والى اللقاء في فيديو آخر.